قام يختال كالمسيح وإيدا، يتهادى نشوان يتلو النشيدا. وللشعب الكبرياء وللوطن كل المجد. أدعو المهتمين بالتاريخ الوطني ليساعدونا في القيام. هو اليوم الوطني للمحكوم عليهم بالإعدام الذين واصلوا واستمروا في تقديم. نحيي اليوم في 19 جوان 2021 الذكرى 65 لإعدام أول شهيد جزائري بالمقصلة الفرنسية الإجرامية التي أتي بها من فرنسا، وهي فرنسية الصنع، وأتي بها من فرنسا لحزر رؤوس الجزائريين. وكان عدد المحكوم عليهم بالإعدام نحو 1500 جزائري مناضل، إلا أن تنفيذ الحكم في هؤلاء الجزائريين طال 222 شهيد. وهي في الحقيقة كاين 9 اللي محكوم عليهم بالإعدام اللي نضنا للثورم 2 نوفمبر 1957. اسمح أحمد الصابانة، إنسان مناضل وإنسان مناضل نتاع حزب سري تعلوص تعلوص. إيه هو جاهد في سركاجي، كان كل سمانة كل جمعة 3-4 يجوزوها نسمعوا زنزانة كيجيبوا يجربوها. ولكن على كل ما يكون مقصلة تجوز على واحد سمعي تولويل برا القصبة تتخلط. كل هاد الكذبات السياسية احنا رانا بحثنا عليهم وصبناهم، واليوم رانا نبرزوهم على وجه الحقيقة. وممكن ممكن جدا الملف راهو كبير، راهو كل مرة نجيبوا أشياء جديدة ممكن نعاودوا نولوا على محاكمة زبنا والتعديات على جسده على شخصيته على الشعب الجزائري وعلى القانون في حد ذاته.